طم من بتجاره، ده انا فلسطيني الاصل وعامل لكم فلافل كده، هنسميه اليوم معانا كباب فلافل. ده الكباب فلافل الاختراعي انا، كله انا هتعمله. ده الكباب فلافل طري جدا، بعد ما تقليه كده على نار واطيه كده، بتحط اللحمه النيه كده حواليه كمان، وبتلفها كده وبتقليه، وبتعمل البندوره والبصل والطماطم كل حاجه. بس ده الطريقه الوحيده اللي هنعملها من يوم طالع. هنلغي طريقه اللي عامل الفلافل زي التابلت زي الميديسن، ما يكونش كده محروق ولا حاجه. هنعمله من يوم طالع كده كباب فلافل، كل العالم هتعمله كده وهتكون مشكوره ليا. ده انا عصام سابا من بتجاله فلسطين، هديكم هذا الفلافل والاختراع تبعي. هنعمله كلنا من يوم طالع الفلافل كده كباب فلافل. وكمان عندنا نقدر نعمل حواليه لحمه كده كده ونقليه بالزيت. ان شاء الله تكون عجبكم الطريقه دي وانبسطوا عليها. من عصام سابا من بتجاله مع الشاي كده وام كلثوم وحمص بالفول الحب، ما يكونش مبغوص، يكون زي الايس كريم زي الشوكليت. الله، ان شاء الله تكون عجبتكم وبتهنوا على الفلافل ده.